السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى مع قنبلة الشتاء وهي السينامون رولز، بس بجد بعجينة تحفة تحفة تحفة. يلا نشوف هنحتاج ايه النهاردة. يلا بينا نجيب طاسة كده ونحطها على بوتجاز ونشغل العين بتاعتنا. حط 3 معالق من معالق الطعام من الدقيق يكونوا مليانين. بعد ما انزل بيه الدقيق بتاعي هجيب حوالي نص كوباية من المية وابدأ انزل بيه المية على الدقيق، بس زي ما انتوا شايفين كده بفرق الدقيق شوية عشان ياخد السخونية الطاسة. نزلت بقى بنص كوباية المية، ابدأ اقلب بقى كل الدقيق مع المية بتاعتي لحد ما يبدأ يختلط ويكون لي عجينة. وما تزودوش مية يا جماعة ولا تزودوا دقيق تاني، هي هتتلم زي ما انتوا شايفين كده، بس احنا نفضل نلف فيها بالمعلقه او بالشوكه لحد ما تبدا تلف معايا. وزي ما بنقول كده العجينه ديت قريبه قوي من عجينه الشو، بس طبعا بدون وجود اي زيوت او دهون. شايفين بدات تتلف معايا ازاي؟ اصلا هتلم كل اللي في الطاسه بتاعتي وهتبقى عجينه متماسكه. نجيب بقى بول نحط فيها 4 كوبايات ونص، بلاش ونص، خلوها وربع، ولو عوزنا تاني نزود من الدقيق. وهنحط حوالي 3 كوباية من السكر. المقادير هحطها لكم في صندوق الوصف بالظبط علشان ما يبقاش في اي لخبطه. هنقلب السكر مع الدقيق مع ذره ملح طبعا كالمعتاد، ونبدا ننزل ببيضتين في درجه حراره الغرفه، نحطهم في وسط الدقيق بالسكر بذره الملح. وبعد كده طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان البيض لازم نحط عليه فانيليا، يبقى هنجيب الفانيليا بتاعتنا ونبدا ننزل عليها فوق البيض، سواء اذا كانت الفانيليا ديت فانيليا بودره او فانيليا سائله. في نفس الوقت دوت انا بدات ادفي عندي ميه، حطيت نص كوبايه ميه في كوبايه كده وعليها برضو معلقه من السكر مليانه، وحطيت عليها معلقتين من الخميره الفوريه و قلبتهم بقى على بعض وسبتها على جنب علشان تخمر. نزلنا بقى خلاص بالفانيليا بتاعتنا، نبدأ نرب البيض كده في الفانيليا علشان اتأكد ان وصل لكل البيض بتاعي الفانيليا. بعد كده هبدأ اجيب كوباية من الزبادي. طبعا هو الافضل لو انا عندي رايب بيبقى اخف شوية من الزبادي استخدمه، لكن لو انا ما عنديش غير زبادي خلاص يبقى انا هستخدم الزبادي وهتمشي معايا هتبقى تمام. مع الزبادي بس هحط حوالي 1/4 كوباية من المية عشان اسيل الزبادي شوية ما تبقاش مكتلة معايا في العجينة بتاعتي. ابدأ بقى كده بالمعلقة اقلب المكونات بتاعتي الجميلة ديت مع الدقيق والسكر وذرة الملح. مهم قوي الخطوة ديت، مش محتاجة على فكرة في الخطوة ديت ان انا احط ايديا خالص، هي الحاجات هتبدأ تختلط بالدقيق بالمعلقة. هيبقى كده فاضل عندي حاجات بسيطة خالص، طبعا الخميرة اللي احنا سايبينها على جنب اهي زي ما انتم شايفين بدأت تفور لفوق، ابدأ انزل بيها كلها. اتفقنا ان هي حوالي 1/2 كوباية من المية، ما نزودش عن كده، ممكن كمان اقل من كده مفيش مشكلة، وبعد كده لو العجينة عايزت مية نبدأ نزودها. الكويس ان تبقى العجينة ناقصها مية، اقدر ازود بالراحة لو احتاجت معايا. هنقلب بقى كده كل المكونات مع بعضها. هيبقى فاضل عندي مكون لطيف جدا في العجينة النهاردة وهو الزبدة. الزبدة يا ريت تبقى في درجة حرارة الغرفة، ولا تبقى ساعة قوي ولا تبقى سخنة سايحة يعني قوي. هبدأ بقى استخدم ايديا طبعا زي ما انتوا شايفين علشان ابدأ الم بيها العجينة، بس العجينة لسه يا جماعة عمرها ما هتتلم في الوضع دوت، لان هي مش محطوط فيها اي نوع من انواع الدهون، يعني ولا زيت ولا سمنة، وكمان ما حطيناش العجينة اللي احنا عملناها على البوتاجاز. هنجيب بقى العجين اللي احنا عملناها على البوتاجاز مع الزبده، وانا صراحه غلطت في الغلطه ديت ان الزبده بتاعتي ساحت مني شويه في الميكرويف، يعني كان المفروض احطها حوالي 30 ثانيه بس تبدا تفك شويه من الفريزر وتبقى في درجه حراره الغرفه، بس انا زودت وساحت مني شويه، فطبعا اخذت مني وقت طويل في العجن واحتاجت دي معايا شويه عشان تلم. يبقى الزبده هنحطها حوالي 3 كوباية من الزبده في درجه حراره الغرفه، والعجينه زي ما انتم شايفين بدات كده تمط معايا مطه جميله، وده سبب العجينه اللي انا عملتها على البوتاجاز. بجد العجينه دي قمه في الروعه،
وكمان بتقلل الفترة بتاعت التخمير. يعني لو انا بسيب الحاجة تخمر لمدة ساعة او اكتر، لا العجينة دي هتساعد على التخمير السريع، ان العجينة بتاعتي تخمر في حوالي نص ساعة مش اكتر من كده. ونصيحتي ليكم ما تزودوش في الفترة بتاعت التخمير للعجينة عشان ما تبقاش مليانة فراغات على الفاضي. انا محتاجاها تكون هشة بس في نفس الوقت ما تبقاش مليانة هوا على الفاضي. طبعا انا استعنت بصديق هي اللي كملت لي بقيه العجن معايا، بنوتي اهي زي ما انتم شايفين العجينه، شايفين بقت حلوه زي، بقت عامله بجد زي اللبانه، صبعك بيدخل فيها بيرد تاني وبتمط كده معاكي. كل ما طبعا تتخدم اكتر او تتعجن اكتر كل ما تديكي نتيجه افضل وافضل. طبعا لو عندنا عجان هنعمل كل الكلام ده في ثواني في العجان وخلاص، بس انا زي ما قلت لكم انا بحب استخدم دايما طريقه العجن اليدوي وطريقه العجان علشان الناس تستفيد من الطريقه. طبعا هي لسه يا جماعه بتلزق، وانا قلت لكم سر التلزيق بتاعي هو علشان انا حطيت السمنه بتاعتي الزبدة يعني وكانت سايحة، فاضطريت اضيف شوية معلقتين من الدقيق علشان تلم معايا العجينة عشان اقدر بعد كده افردها، دي لسه هتخمر كمان وهحتاج ان انا افردها ما تبهدلش الدنيا معايا. طبعا ممكن ننزلها خالص بقى من البول بتاعتنا ونبدأ كده نعجنها على الرف بتاعنا عجن مستمر، نفرد ونرجع نفرد ونرجع علشان تاخد المطة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله تحفة، هنسيبها بقى نص ساعة ما تزودوش ونرجع تاني على البوتاجاز. هنعمل بقى الكراميل كده، صوص كراميل سريع. هنحط في حلة حوالي كوبايتين من السكر، الكوباية اللي انا بستخدمها طبعا دي كوباية معيارية صغيرة، فانا حطيت منها 3 كوبايات بس، هي لو احنا هنستخدم المج بتاع الشاي العادي بتاعنا يبقى هما حوالي 2.25 كوباية من السكر، وهنزل عليهم بيه حوالي 1/3 كوباية من المية الدافية، مش هعمل حاجة اكتر من كده. هاجي كده بالويسك بتاعتي وابدأ اقلب بس السكر بالراحة كده عشان ما يجيش على الجناب مع المية، ومش هعمل حاجة اكتر من كده يا جماعة. هسيبه بقى على البوتاجاز الكراميل عندي يبدأ يتكون معايا. إيه سيبوه ياخد وقته، ما تقلبهوش كتير، انا جاست بس ان انا لما لقيت ان بدأ يطلع عندي شوية سكر كده طلعوا على الجنب فحاولت ان انزلهم بالويسك، والويسك بدأت تسخن مني فاضطريت حتى ان انا ابدل الويسك دي واجيب ويسك تانية لان السكر بيبقى حامي جدا جدا يا جماعة. خلوا بالكم من لسعة السكر بتاع الكراميل بجد بيبقى حامي قوي قوي قوي. انا قلبت بس شوية علشان اتأكد ان مفيش اي سكر مترسب تحت في الحلة بتاعتي، وما تقلقوش السكر في الجناب ده هينزل وهيدوب معايا في الكراميل بتاعي ومش هيبان اصلا ولا هيسكر الكراميل ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين اللون بدأ يغمق شوية وبدأ يبقى حوالي ذهبي غامق او الايه الدرجة الفاتحة من درجات الايه الكافيه اولي. اوعوا تغمقوه قوي عشان ما يبص منكم ويبقى طعمه ممرر. الكراميل مستو ان هو طعمه بيبقى مسكر، وفي نفس الوقت احنا بنحط عليه ذره من الملح بعد ما بنحط عليه الكريمه علشان يكسر كمان معانا الايه السكريات بتاعته. انا هنا حطيت 250 ملي من الكريمة السايلة، وانا استخدمت على فكرة كريمة الطبخ العادية ما استخدمش كريمة الحلويات، بس اهم حاجة يا جماعة تقليب مستمر ونهدي العين بقى بتاعتنا ما تبقاش العين بتاعتنا ايه عالية. هنحط في الوقت ده كمان ذرة الملح بتاعتنا وهنزود شوية كمان من الكريمة. يعني انا استخدمت بالظبط حوالي 300 ملي من كريمة الطبخ. لو حسيت ان الصوص بتاعي تقيل قوي بعد ما يبرد ممكن اولع تاني بوتاجاز عليه وازود حبة كريمة كمان. طبعا يا جماعة لان ده بيختلف من نوع كريمة للتاني، في كريمات بتبقى كوندنسد وبتبقى تقيلة وفي كريمات بتبقى خفيفة. الكريمة الخفيفة دي هتديني صوص خفيف شوية بس بيتقل طبعا بعد ما يبرد، لكن لو كريمة تقيلة هتديني صوص تقيل حتى وهو سخن، فده لا هضطر اخفها شوية حتى لو خفيتها بشوية لبن صغيرين، مش اللبن اللي هو الرايب لا اللي هو الحليب. شايفين اللون تحفة جميل جدا جدا جدا. ممكن بقى ناخد مضرب الكهرباء ونضربها كمان ضربة علشان يبقى سموس قوي. هنعمل بقى الخليط بتاعنا اللي احنا هنفرشه على السينابون يا جماعة، هو عبارة عن حبة من السكر الابيض
يستحسن لو كان كله سكر بني، ما عندناش كله سكر بني، هنعمل خليط كده من السكر الابيض وخليط من السكر البني. هحط الكمية بتاعتي من السكر الابيض والسكر البني، وهحط عليهم بقى المكون الاساسي في السينابون او السينامون رولز، وهو القرفة الباودر. هنحط حوالي 3 معالق كبار من القرفة الباودر، وانا بحب ازود القرفة في الطعم بتاعي عشان تبقى هي دي اصلا العامل الاساسي في الطعم بتاع المعجنات ديت. هنقلب بقى السكر النوعين مع القرفة الباودر، وطبعا حسب الرغبة، لو انتوا عايزين سينامون رولز من غير كاكاو يعني من غير شوكولاتة عشان بتحبوها بالكراميل، خلاص يبقى انا كده هكتفي بالباودر كده اللي انا عملته، وهو ده اللي هضيفه على السينامون رولز. لكن لو انا عايزاها شيكابون او شيكوبون اللي هو بالكاكاو والشوكولاتة، يبقى هزود معلقة كده مليانة لمعلقتين من الكاكاو الخام، بس يكون كاكاو فاتح مش غامق عشان ما يمررش عندي السينابون، وابدأ اقلبه على الخليط بتاعي. وطبعا على فكرة انا بدوق الخليط، يعني انا بدوق كده بطرف المعلقة الخليط اشوف اخباره ايه، لو حسيت ان القرفة مش باينة عندي وان الكاكاو طغى على طعم القرفة، بزود معلقة كمان من القرفة واقلب كل المكونات على بعضها. وهي دي الخلطة اللي هنحطها على السينامون رول. هنجيب بقى يا جماعة دلوقتي زي ما انا قلت لكم ان انا مش هسيب العجينة تخمر فترة طويلة، لان انت شايفين انا كان الفرن عندي اوريدي شغال اصلا قبلها مع اكل تاني، فطبعا خمرت بسرعة قوي. انا مش عايزاكم تسيبوها تخمر كتير قوي، ومش عايزاكم تسيبوها فترة طويلة، يبقى هي نص ساعة بس في درجة حرارة دافية، و خلاص احنا اديناها البوكس المتين، نزلنا الهواء اللي فيها، قسمناها نصين او تلتين وتلت، لان انا هستخدم النهارده شايفين طبعا عشان السخونية سيحت الزبدة اكتر وسيحت مني العجينة. درجة حرارة دافية كده معتدلة، هتلاقي العجينة بتاعتك ماسكة نفسها ومفيش ادنى اي مشكلة. لو لقيتوا العجينة طريت قوي يا جماعة ممكن تحطوها في التلاجة عادي جدا، وبعدها تبدأوا تشتغلوا عليها. طبعا هنعمل رشة دقيق من تحت على السطح اللي احنا هنفرد عليه، ورشة دقيق كده من فوق، وعلى الشوبك او المردانة بتاعتنا اللي احنا هنفرد بيها العجينة بتاعتنا. هنفرد العجين بحيث ان هو يبقى مستطيل كبير، ويبقى كله حوالي نص سنتي في السمك بتاعه او اقل كمان شوية. طبعا يا جماعة هي كده كده العجينة تاني بتخمر وهي في الفرن، فعشان كده نحاول نرقها على قد ما نقدر، كل ما هنرقها كل ما تديني الرولز بتاعتي احسن وارفع وطعمها احسن ومش مليانة عجين كده كتير، وتبقى رقات رفيعة. يبقى احنا هنرق لحد ما نعمل الشكل بتاعنا اللي هو الشكل المستطيل، وزي ما اتفقنا رشة من الدقيق فوق رشة من الدقيق تحت، وشايفين ما شاء الله العجينة جميلة وبتفرد معايا بسهولة، يبقى كده تمام، مش محتاجين اي حاجة غير ان انا يبقى عندي بقى زبدة في درجة حرارة الغرفة. ومهم جدا يا جماعة انا مش هستخدم زبدة سايحة، لو استخدمت زبدة سايحة او سمنة اولا هتاخد القرفة والسينامون والخليط بتاعنا وتنزل بيه من العجينة، مش هتبقى موجودة على سطح العجينة من جوه. عشان كده انا بقول لكم زبدة درجة حرارة الغرفة، هنبدأ ناخدها ونبدأ بقى نفردها كده على السطح بتاع العجينة بتاعتنا، وهي دي من الخطوات المهمة جدا. على ايديا كده على طرف ايديا هتاخد الحرارة بتاعت ايديا، اقدر بكده افردها على العجينة. السينامون رول من الحاجات الجميلة قوي في جو الشتاء كمان بالاخص، بتدفي كده وجميلة، والريحة بتملى البيت، بتبقى فعلا حلوة قوي. زي ما انتم شايفين هي الزبده، هبدا احط طبقه كده وفيره من الزبده على العجينه بتاعتي. مهم قوي ان انا افردها كويس وتبقى كل العجينه عليها زبده، نخلي بالنا من الحاجات ديت لان دي اللي بتفرق في طعم السينامون في الاخر. طبعا يا جماعه استخدام نوع زبده كويس هو بيفرق طبعا في طعم السينامون برضو في الاخر، يعني لو انا استخدمت طعم زبده وحش، طب ما هي السينامون كلها اصلا عباره عن زبده،
يبقى هيبقى طعمها مش كويس. لازم استخدم نوع يكون كويس قوي. ابدا بقى انزل بالخليط اللي احنا عملناه بتاع القرفه والسكر والكاكاو والبودر، انزل عليه كده على كل السطح بتاعي بتاع العجينه. مش هسكت على قد كده يا جماعه، لان كده لو انا جيت لفتها برضو هيقع من عليها. لا، انا هعمل تريك مهمة جدا جدا جدا، هي دي اللي هتخلي الخليط بتاعي يفضل لازق في السينامون وما يبقاش فيه مشكلة فيه وما يقعش مني. بايدي كده ابدأ ابطط على الايه، على الخليط اللي احنا حطيناه داير ما يدور كده، علشان اتأكد انه لزق في السمنة ولزق في العجينة. دي خطوة مهمة جدا جدا يا جماعة، اوعوا تنسوا تعملوها. ترجعوش تقولوا لي بقى ان ايه، لا ده لقينا العجينه فاضيه من جوه ومش موجود عليها الخليط. لا، المشكله هتبقى عندكم انتوا. غسلنا ايدينا بقى وجينا علشان خاطر نلف الرول، زي ما انتوا شايفين بدأ برول رفيع خالص من جوه، لان العجينه كده كده يا جماعه بيحصل فيها ايه، العجينه تاني بتخمر تاني وهي جوه الفرن. يعني لو في حته لزقت او حاجه مش مشكله، نحط عليه نقطه دقيق ونلم بسرعه، هتبقى معانا تمام التمام. خلاص عملنا يا جماعة الرول اهوت، هنقفل بقى اخر حتة ونبدأ نقطع بقى كل 3 سنتي عشان تبقى التقطيع كلها متساوية للرولز شبه بعضها. نجيب بقى القالب بتاعنا، ننزل بشوية من الكراميل، صوص الكراميل اللي احنا عملناه ده عشان يطلع لي المعجنات بتاعتي من تحت ستيكي كده والجميلة جميلة 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 فعلا. يعني هنجيب بقى أي نوع مكسرات، لو عندي حبة عين جمل، حبة لوز، ومش عايزاهم محمصين يا جماعة، يعني أنا هحطهم يكونوا مش محمصين، لأن هما كده كده هيتحمصوا معايا في الفرن مع الكراميل، فعشان ما يتحرقوش كده هيبقى تمام جدا. أبدأ بس أوزع اللوز كده كويس. أنا لقيت عندي شوية لوز كسرتهم كده وحطيتهم. نبدأ نحط بقى السينامون رولز، ويعني نفارق ما بينهم بحاجة بسيطة عشان يطلع لي في الآخر الحجم مظبوط. نجيب بقى عندي بيضة وعليها حبة فانيليا، ونرب البيضة كويس قوي قوي، نخلطها مع الفانيليا بتاعتي، ونيجي طبعا بالفرشة بتاعتنا بتاعت المطبخ ديت اللي بنحط بيها البيض أو السمنة، نعمل فوق الوش بتاعها علشان الوش بتاعي يطلع السطح بتاعه بيلمع. لو انتوا بتحبوا السينامون بتاعتكم بتلمع ومقرمشه شويه. طبعا حطيناها في الفرن في متوسط وسيبناها حوالي 3 4 ساعه. طبعا بنطمن عليها يا جماعه كل شويه. اول ما تطلع هحط عليها صوص الجبنه بتاعي المميز، وهبقى احط لكم طريقته او اعمله لكم ان شاء الله في فيديو تاني. واي صوصات بقى موجوده عندي، صوص شوكولاته موجود عندي من اللي احنا مجهزينه، صوص كراميل بقيته برده من اللي احنا عاملينه، اي نوع من انواع الصوصات هنزل بيها. وصوص الجبنه ده سهل جدا يا جماعه، ده هو عباره عن كوبايه من الحليب المكثف عليها كوبايه من الجبنه السايحه عليها معلقه واحده من الحليب، وبنضربها في الخلاط بتديني الصوص بتاع الجبنه. شايفين بقى بجد الريحه بتاعتها والطعم ولا اروع من كده، لدرجه ان طبعا شايفين في ايدين صغننه جنبي، الولاد واقفين على ايديا. نحط تاني كده شويه من الصوص الابيض ده، صوص الجبنه الابيض. وعلى فكره ممكن نعمل صوص اللي هو السكر، بس انا مش بفضله قوي لان كفايه السكريات كتير، صوص الجبنه بيعادل السكريات اللي فيها. يلا بقى ندوق. شايفين اصلا مستويه من جوه، زي مستويه هشه وريحه تجنن تجنن، والطعم بقى خطير. انا عملت قالب تاني سينامون رولز صغننين عشان الولاد الصغننين، وبنوتي بقى هي اللي كانت بتحط الصوص عليه. مهم قوي ان اول ما السينامون رول تطلع من الفرن نحط عليها الصوص الابيض دوت، لان ده بيطريها من فوق وبيحافظ عليها ريحتها وطعمها جميل جدا. وزي ما بنقول كل مره، فعلوا بقى زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وتستمتعوا بقناتنا الجميله والفيديوهات والوصفات. وزي ما بنقول كل مره، استمتعوا.